ايها السادة الاعزاء، اسمحوا لي ان انتقل بحضراتكم الان نقلة سريعة الى مدينة البصرة بدولة العراق. فإلى هناك، نحن الان في مدينة البصرة. العارف بالله ابو اليزيد البسطامي نايم ذات ليلة، فسمع في المنام بعد صلاة الفجر هاتفا ينادي عليه ويقول له: يا ابا اليزيد، ان الليلة هي عيد النصارى، فتوضأ واذهب اليهم في ديرهم وسوف تجد من حكمة الله عجبا. فتوضأ ابو اليزيد ودخل دير النصارى في مدينة البصرة، ولما قام ابوهم ليلقي الكلمة عليهم قال لهم: انا لا استطيع ان اتحدث، وبينما رجل محمدي دخل الدير علينا. فقالوا له: يا ابانا، وما ادراك انه محمدي؟ فقال لهم: ان اصحاب محمد فيما هم في وجوههم من اثر السجود. فلما اشار الى ابي اليزيد وقال له: اخرج، قال ابو اليزيد: والله لا اخرج حتى يحكم الله بيني وبينكم، وهو خير الحاكمين. فقال ابوهم: سنوجه اليك اسئلة، ان اجبتنا عنها امنا بنبيك، وان عجزت عن سؤال واحد لن تخرج الا محمولا على اكتافنا قتيلا. فقال ابو اليزيد: سل ماشي. فقال البابا: ما هو الواحد الذي لا ثاني له، وما هما الاثنان اللذان لا ثالث لهما، وما هي الثلاثة التي لا رابعة لها، وما الاربعة التي لا خامسة لها، وما الخمسة التي لا سادسة لها، وما الستة التي لا سابعة لها، وما السبعة التي لا ثامنة لها، وما الثمانية التي لا تاسعة لها، وما التسعة التي لا عاشرة لها، وما هي العشرة التي تقبل الزيادة، ومن هم الاحد عشر اخا، وما هي المعجزة المكونة من اثنتا التي اخبر احد افرادها بانهم ثلاثة عشر، وما هي الاربعة عشر شيئا التي كلمت الله، وما هو الشيء الذي تنفس ولا روح فيه، وما هو القبر الذي مشى بصاحبه، وما هو الشيء الذي خلقه الله واستعظمه، وما هو الشيء الذي خلقه الله واستنكره، وما هي الاشياء التي خلقت من غير اب ولا ام، ثم ما هي الثاريات ذروة والحاملات وقرا والجاريات يسرا والمقسمات امرا، وما هي الشجرة المكونة من 12 غصنا، في كل غصن 30 ورقة، في كل ورقة 5 ثمرات، 3 في الظل واثنان في الشمس. اجب يا ابا اليزيد. وقام ابو اليزيد وقد القى الله برد السكينة في قلبه، فقال له: اما الواحد الذي لا ثاني له فقل هو الله احد، واما الاثنان اللذان لا ثالث لهما فهما الليل والنهار. وجعلنا الليل والنهار آيتين. واما الثلاثة التي لا رابع لها فاعذار موسى عليه السلام للخضر رضي الله عنه. اذا ركب في السفينة غرقها، اذا لقي غلاما فقتله، اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها، قال: هذا فراق بيني وبينك.
الأربعة التي لا خامس لها هي التوراة والزبور والإنجيل والقرآن. الخمسة التي لا سادس لها خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. الستة التي لا سابع لها ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. قال له القسيس فلماذا؟ قال في آخر الآية وما مسنا من لغوب. فقال أبو اليزيد لأن اليهود قالوا إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم أصابه التعب فاستراح يوم السبت. فقال لهم الله وما مسنا من لغوب، يعني ما تعبنا حتى نستريح. أما السبعة التي لا ثامن لها الذي خلق سبع سماوات طباقا. الثمانية التي لا تاسع لها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. التسعة التي لا عاشر لها هي معجزات موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. قال له البابا اذكرها. قال له اليد والعصا والطمس والسنين والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. ما العشرة التي تقبل الزيادة؟ من جاء بالحسنة فله عشر امثالها والله يضاعف لمن يشاء. من هم الاحد؟